تنظم وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الجالية المغربية بالخارج يومه الجمعة بالرباط يوما دراسيا مع مغاربة العالم حول مشروع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة في أفق 2030. ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار المقاربة التشاركية والتعاونية لوزارة الصناعة والتجارة الرامية إلى تطوير الرؤية الصناعية الوطنية في إطار نقاش موحد لكافة الكفاءات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والقوى الحية في البلاد لتلبية التطلعات ومراعاة احتياجات وخصوصيات الجميع ولا سيما مغاربة العالم. وأشار بلاغ مشترك إلى أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تأتي للاستجابة بالدرجة الأولى للتوجيهات والأولويات التي حددتها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في اليوم الوطني للصناعة في مارس 2023. وخلص إلى أنها مقاربة شاملة تضم العديد من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى وضع المغرب في حقبة صناعية جديدة مدفوعة بمفهوم السيادة والقدرة التنافسية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. هذه المشاورات جايين في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية من أجل الدخول في عهد صناعي جديد عنوانه سيادة، والهدف الأساسي ديالو هو خلق مناصب وفرص شغل دائمة للشباب ديالنا ولكل المغاربة أينما كانوا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. المشاورات اليوم مع المجلس الاستشاري للمغاربة في الخارج لكي يجمع عدد ديال الكفاءات المغربية اللي كنفتخروا بها وكنعتزوا بها اللي غيغنيوا هذه الاستراتيجية وغيساهموا في بناء هذا العهد الصناعي الجديد حتى هو طبقا للتعليمات الملكية السامية من أجل إشراك الكفاءات المغربية خارج الوطن اللي كنفتخروا بها. وحنا اليوم جد فخورين بهذا الاجتماع الأول اللي هو بداية سلسلة تشاورات مع الكفاءات المغربية في الخارج باش نفتحوا لهم المجال باش يشتركوا في بناء هذا العهد الجديد، وأيضا نفتحوا النقاش والمشاورات معهم باش نلقاو الحلول باش تكون مساهمة أقوى ديال هذه الكفاءات في بناء مغرب المستقبل.